دلوقتي بقى خلونا نتابع معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا معاكم من القاهره. وشارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي، مكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطه لكن غير مؤثره. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي هناك في سيوله مريه مكمله لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. كمان ظهرت بعض الكثافات على كوبري الحدائق القادم من الزاويه ومتجه للفنجري، كذلك الامر على كوبري المطريه القادم من الكابلات. نروح للجيزه وطبعا نصعد هناك الحاله المروريه. شارع الهرم بيشهد كثافات مروريه بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، ده بسبب اعمال انشاء خط المترو الرابع، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. ولسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي، بيشهد ايضا تباطؤ في حركه السيارات، ده بسبب غلق الشارع في تقاطعه مع المريوطيه وفي منطقه المساحه وشارع العريش ومدقور والطلبيه. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقه مشعل وكثافات من شارع العشرين ولحد الطلبيه. في كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق حتى العشرين. بتظهر كمان كثافات على محور صفة اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان. في كثافات مرورية متحركة كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. اللي رايح المهندسين ومتجه لأكتوبر في سيولة مرية كبيرة على المحور، بتظهر كثافات بسيطة على محور 26 يوليو اللي جاي من أكتوبر وبتستمر لحد ميدان لبنان. هنروح معاكم لمحافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، كمان بتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية زي طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق منيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. مكملين جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة بسيطة جدا، هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. هنروح لطريق أحمد أبو زيد، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. من جولتنا المرورية في محافظات مصر خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في تراجع في شوية في درجات الحرارة على كل الأنحاء، لكن لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة. الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في نشاط رياح على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.